عقوبة. السلام عليكم. يعني عقوبة اللي تعالى في نرقد على هواش وناس على هواش. وبعد والله العظيم اللي في انت انت بيظهر عليك مني والله. الله اليوم يا حبيبي حبيبي انت بالذات عيني لعثرك لان عشان يقومونكم بلا شوفوا سناب باوي من سنك دحين خليهم يشوفون انا اصلا ضفتك هلا والله والله اللي مرحبا انت بداتني يا اخي انا ابهرتني قصدي ابهرتني ايوه وانا ظهر اني ابهرتك هسه اي والله الله يرحمني والله دبه والله يتعني يا ولد وشي الاب روحي الفخم الجميل والله اللي مرحبا يا حماد ايش ذا الزين يا اخي انت ترقد حلو تصحى حلو ايش بقيت انت والله ما يحتاج لك فلتر شوف كلمه ثانيه شباب كل واحد شيك على الاخوه ترى حواج والله حصل اخوه فرق ما شاء الله العظيم شوف معي هذا اللي جوي على البث ابو جابر يا عيال يقول كذا كذا على طول يفهم يمشي شنو سعاده الله يجعلني شنو والله بالسعاده المحزن لبه والله تفوتكم لبه والله وش ذا وش ذا قوة انت شفت مقاطع عينيك انت القوة بعد يا حبيبي والله انت القوة يا ولد اليوم المقاطع يا ولد اقسم جمهور قوي اللهم لك الحمد اليوم طلعنا بشيء مميز اليوم حلوين باقي فاصل اعلاني فاصل اعلاني باقي ابو فالح بكره وبعد بكره و90 يوم باذن الله هتعدي مثل ما عدى اليوم باذن الله يا رب ترى انا مره فكك والله مره تعبان يلا تعبنا ارهاق من ارهاق عظيم باقي بكره ان شاء الله تركبونا من الساعه 8 الى الساعه كم؟ 6 6 الصباح بصلي الفجر معكم نفسحكم قويه صح؟ معليش